السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نزلنا عند طلب الإخوة والأخوات، بارك الله في الجميع، وأسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم مع فرقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن شاء الله تعالى نبدأ في الإجابة على الأسئلة التي وستصلنا على الله المنتدى بإذن الله تعالى بالصوت والصورة حتى تصل أكثر معنى، أكثر في المعنى وفي الدقة إن شاء الله تعالى. سأل الأخ عنتر سؤال قال فيه: السلام عليكم أخي الشيخ ربيع، أريد منكم بارك الله فيكم استفسار لما وقع معي أثناء استماع الشرعية الوسط المسجل. بداية، أنا أسكن بعيدا عن والدي في مدينة أخرى مع زوجتي، وكنت دائما أشكو لوالدي وأقول لها أنا مريض ولا أعلم ماذا يجري حولي، بالعلم أني لا أحس أني مرفوع من هذا الكون، يعني عبارة ذات يوم عند رجوعي عند أهلي برفقة زوجتي خرجت أستمع الشريف إلى غرفي وحدي، وهنا يقع ما لم يكن في الحسبان. أنا أقرأ ما هو مكتوب له: بدأت أشعر بالتنميل في رأسي وجميع أعضاء جسدي، وبدأت يداي ورجلي تتحرك بدون إرادتي، وصممت على متابعة استماع الرقية إلى حين أن تسلطت كاملا ورأيت خيالا يخرج من رأسي، وأصابع يدي اليمنى وأصرخ الله أكبر بصوت مرتفع جدا، ثم أحسست ببضع دقائق أني استيقظت من حلم أو غيبوبة، وكان ذلك أمر غريب جدا. وفي نفس الوقت وقعت زوجتي على الأرض وبدأت بالصراخ والبكاء، وقالت إنها أحست بشيء يدخل ويضرب بشدة في بطنها، ثم أحسست أنا برجوعي للحالة التي كنت فيها من قبل، وأحس جميع أفراد عائلتي بالتنميل في رؤوسه. ومنذ أن حصل هذا ذهبنا إلى من البيت ولم نعاود الرجوع إليه أبدا، ونحس بخوف شديد عندما نقترب من المنزل. السؤال الشيخ ربيع: هل شدة صرع الجني وخروجه بالغرفة تدل على وجود السحر وحراسي من البيت؟ بالعلم أن زوجتي لم تكن تعاني بشيء من قبل إلا بعدما حدث الصرع، هل يمكن أن الجن نفسه هو الذي انتقم من زوجتي وأفرض عائلتي؟ بماذا تنصحنا يا شيخ بارك الله فيك؟ أقول بالله التوفيق والله أعلم وأعلم. هذه أعراض تدل على وجود سحر، تدل على وجود سحر لما ذكرت في هذه الرسالة. فهنا أشياء كثيرة تدل على أنك أنت وزوجتك وأفراد الأسرة تعرضتم لسحر، والجن الموكل بالسحر قام بالتلبس في كل واحد منكم. طيب، فعندما بدأت تشعر بالتنميل في رأسك وجميع أعضاء الجسد، وبدأت يداك ورجلك تتحرك بدون إرادتك، هذا وقت دخول الجن. طيب، فلما أنت تقول أنك صممت على متابعة السمع والرقية تصلبت كاملا ورأيت خيالا، طيب صح، الجن هذا الإنسان الذي يتلبس به الجني يستطيع أن يرى أشياء خيالات، يرى طيف، يرى حيوان، يرى حشرات، يرى أشياء سوداء تمر بسرعة من جانبه أمام عينيه، هذا يحصل كثيرا. وقلت كذلك يخرج من أصابع يدك اليمنى وكنت تصرخ الله أكبر، هنا يقع شيء. في أحيان كثيرة الإخوة والأخوات أثناء الرقية يعني يقع لهم شبه وسوسة، وتقول الأخت: أنا أشعر بكل ما يقع وما يجري حولي، بل إني أتذكر كل شيء حصل معي. أقول نعم، هذا ممكن ووارد جدا، لأن حتى المس فيه أنواع كثيرة، منهم من الناس من لا يتذكر شيء، منهم من يتذكر يعني النصف والنصف لا يتذكره، ومنهم كأنه في يقظة لكن لا يتحكم فيما يتلفظ به، ومنهم من يصير معه أحيان كلمات يتلفظ بها ويشعر بها، وهذا كلمات في الغالب تكون يعني يدندن بها دائما، مثلا كالله أكبر أو البسملة أو الحوقلة أو حسبي الله ونعم الوكيل أو شيء من هذه، ممكن أنها تخرج تارة تارة إذا ما وقع له يعني أفاق بسرعة أو رجع إلى وعيه بسرعة، فيستطيع أن يخرج هذه الكلمة كأن شيء كان يحبسه فتلفظ بها، فلما يجد متلفظ يتلفظ بها، هذا يقع. قال: وصرخت الله أكبر صوت مرتفع جدا، ثم أحسست بالتقاء خلال السقوط من حلم أو غيبوبة. لا، هو ليس حلما،
ليس حلما، وإنما نقول فعل أشياء غيبوبة التي بها في هذا الوقت تلبس بك الجني واستطاع أن يجعلك مصروعا، يعني مصروعا في هذه الحالة. والحركات التي قمت بها أنت لا تتحكم فيها، بل هذه واردة عن تأثير القوة السحرية. طيب، عن تأثير القوة السحرية التي هي بالبيت، والتي بها يستمد حتى الجني قوته، وتدل على أن هذا البيت به سحر، وكلما عاودتم الرجوع إلى هذا البيت كلما ازدادت الأعراض عندكم، كلما ازدادت الأعراض عندكم. طيب، بالأحيان كلما اقتربت من مكان السحر ازداد الألم أو التخبط أو الصع، أو حتى يسيء ربما الإنسان يغمى عليه، ربما يغمى عليه. ولكن هذا كذلك له تأثير يختلف من شخص إلى شخص ومن جني إلى جني على حسب قوة الجن الموكل بالسحر كذلك. فهذا يدل على أن هذا الجني ضعيف جدا، وهذا الجني لا يستطيع أن يتحمل قوة السحر. طيب، لا يستطيع أن يتحمل قوة السحر، ويستطيع ربما هذا الجني في نوع من الجن حتى ليس شرطا أن يكون السحر الذي من أجله دخل. كلما رأى سحرا في مكان كلما تأثر هذا الجني، لأنه يذكره بالأمر الذي من أجله أرسل أو دخل إلى هذا الجسد. طيب، ثم قلت أخي الكريم، وفي نفس الوقت وقعت زوجتي على الأرض. صح، لما يدخل الجن إلى البيت أو يجد متنفسا أو بيت خالي من الذكر أو شيء من هذا، مثلا غير مسلح بأذكار ومتغير بتحصينات، عند حدوث هذا السحر هذا يتلبس الجني، يستطيع أن يتلبس جني واحد بجميع أفراد الأسرة في وقت قليل ممكن، بحيث يدخل في هذا وفي هذا، كأن الناس يشعرون أنه نفسه في وقت واحد لكن في أوقات مختلفة، لأن حينها يضع يده على المكان الذي أراد أن يعش فيه أو يسكن فيه في هذا الجسم، بحيث يدخل ويضع بصمة له ويخرج من الآخر وهكذا، لكنه في نفس الوقت يعد نفسه أنه خدم الساحر والسحرة وأنه دخل في جميع الأجساد أو جميع الأشخاص، لكنه في الحقيقة يبقى في جسم واحد، لكن باستطاعته أن يتنقل بسرعة فائقة حيث لا يشعر الناس بالفرق، حيث لكن ممكن للراقي بفضل الله تعالى أن يعرف هذا أثناء الرقية الشرعية، وكيف يحبسه في يعني في شخص واحد ويتكلم معه بفضل الله تعالى. طيب، قلنا في بطنها، ثم أحسست أنا برجوع للحالة كنت فيها من قبل، وأحس جميع أفراد عائلتي بالتنميل. طيب، التنميل هذا دليل على وجود المس، التنميل هذا دليل قوي على حدوث المس. قد يكون التنميل قوي جدا أثناء دخول الجني، وقد يحدث التنميل بين الفينة والأخرى، بين الوقت والآخر، لهذا يحدث لمن عنده سحر، لمن عنده سحر يشعر بتنميل، كأن النملة يدب فوق جسمه. قلت على جميع فضائل التنميل في رؤوسهم. صح، ممكن يكون في الرأس، ممكن يكون أسفل الرقبة، ممكن يكون التنميل في الرجل، يصعب كأنه في الرجل أو في اليد، ممكن يكون في الظهر، ما في مشكلة، يعني على حسب الجيني أين استقى. ومنذ أن حصل هذا ذهبنا من البيت ولم نعود رجع إليه أبدا، ونحس بخوف شديد عندما نقترب من المنزل. طيب، أنا أقول لك أخي الحبيب أخي الكريم، هذا السؤال الذي أنت الآن قلته ينطبق على كثير من الناس، ربما ينفرون من بيوتهم دون سبب ولا يرجعون إليها بمرة، وعليهم أن يعلموا أن هذا دليل قوي على وجود سحر أو عين أو حسد، لكن في هذه الحالة هذا دليل على سحر موجود القرائن التي قلت قبل. فنصيحتي التي أوجهها إليك أخي الكريم وإلى عائلتك شفاكم وعفاكم، هي ألا تيأسوا وألا تملوا، بل عليكم أن تعاودوا الرجوع إلى البيت، لكن بشروط. أولها أن تأخذوا بفضل الله تعالى دلوا أو سجلا من ماء، وتقرؤون عليه تقرؤون فيه سورة البقرة والجاثية والصفات مع آيات السحر وآيات الحسد. طيب، هذه في البداية تضع عليها ملح صخري مطحون تقريبا قل يعني نصف كيلو هكذا، تضعه في سجل في هذا السجل في هذا الماء، ويبقى هذا حتى يعطي أكله مدة ساعات تقريبا، ثم تأخذ معه ورق سدر مطحون، ورق سدر مطحون، وتأخذه وتضعه فيه، يبقى معه كذلك لساعات. طيب، جيد.
تأخذ الأهبة والاستعداد بفضل الله تعالى ويعني تقف وسط البيت، تقف وسط بيتك، وسط بيتك، ثم تبدأ بإذن الله تعالى في الأذان، في الأذان وقراءة المعوذات وآية الكرسي وآية السحر بصوت جوهري مسموع، وتعد الجان الجان الذي بهذا البيت دون خوف بفضل الله تعالى، فإن الجن لا يستطيع أن يفعل لك شيء إلا إذا كنت أنت أصلا تأثرت تأثيرا بالغا بهذا السحر، بحيث صرت إذا قرأت أو تلوت شعرت كأنهم يعاكسونك أو يضايقونك. في هذه الحالة وكل نيابة عنك من يستطيع أن يفعله، من أن يفعل هذا بفضل الله جل وعلا، والكل فيه خير بفضل الله تعالى. يستعي أي إنسان يستطيع أن يفعل هذا، حتى لا نقول أن هذا محتكر في فلان أو علان. تستطيع أخي الحبيب وتستطيع أختي الكريمة وجميع الإخوة فيهم خير إن شاء الله تعالى. طيب، لما تقف وتؤذن وتقرأ هذه الآيات إن شاء الله تعالى تعرض الجن الموكل بهذا البيت، تعرضه، والأفضل والأولى أن يكون معك أهل البيت الذين هم تعرضوا لهذا الأمر، حيث إذا صرع أحد منهم أو تلبس به الجن أو تكلم فسوف يخبر مكان السحر مباشرة. سمعت هذا؟ سوف يدلكم على مكان السحر مباشرة، لأنه حينها يعلم أنه صار في تحصين وأنه في ضعف، يعني في ضعف شديد، فما يلقى وما يجد إلا أن يدل على مكان السحر ويستسلم ويقول الخروج. لكن على هذا أن يكون بشكل مباشر ومتواصل، تأخذ الماء، تقرأ عليه، تضع عليه ما قلت، ترش عليه الأركان، تؤذن، تقرأ هذه الأشياء. إذا ما تلبس أحد من الحضور أن تكلم معه سوف يدلك على مكان السحر. غالبا هذا النوع من السحر يكون مرشوش على الأبواب، مخطى على الأعتاب، أو يكون ممكن أن يكون مدفون في مكان ما. إذا ما وجدته عليك أن تضعه بهذا، هذه الماء الذي يعني حضرت والذي قرأت عليه هو نفسه، تضع فيه هذا السحر وترش مكانه وتعاود هذا 3 أيام، وبفضل الله تعالى أعلمك وبشرك أنك تستطيع أنت وأهلك أن تعاود الرجوع إلى هذا البيت دون أي ضرر. ترجعوا إلى هذا البيت ولا تخافون شيئا، بل الجن يخافكم بفضل الله جل وعلا. لتعلموا، أنا أقول لكم بباب الطرفة، كنت في رقية لبيت من البيوت، وسبحان ربي العظيم، كان أهل البيت هذه في الصباح يجدون خدشا في اللحم وفي الوجه هذا، وينزعون ثيابهم وكذا بالليل، فإضافة للنساء يشعرون باعتداءات يعني متواصلة بالليل، فسبحان ربي العظيم. فلما قمت بهذا الأمر وكنت أقرأ مع آيات أخرى وموعظة كانت طويلة جدا وتأثرت بها، وعلى هذا أهم شيء عليك أنت أن تتأثر أولا ليتأثر معك الآخر، فكنت أتلو عليهم آيات الوعد والوعيد وآيات الظلم وآيات وأرغبهم في نفس الوقت. فكنت ويرى من معي أن ملابسي يجذبها شخص ما، هكذا يجذبها إنسان ما من أسفل وكذا، فكنت لا أعيرهم اهتماما ولا ألتفت إليهم ولا أتكلم معهم، لأني أعتقد على يقين أنهم يفعلون أكثر من هذا وأكثر وأكثر، يعني لو تكلمنا في ما يقع مع الجن لا قلتم رويتم بالكذب، يعني أشياء غريبة جدا جدا نراها ونعيشها يوميا بفضل الله تعالى والله الموفق سبحانه وتعالى. طيب، فما كان من هذا الجن إلا أني لما قرأت وانتهيت كان يحاول يدخل الرعب، لأنهم يحركون الضوء هكذا والنجفات، ويعني صار حركات غريبة في البيت، ها، ويشعر كأنه ريح في البيت، أحيانا يشعر كأنك فوق على رأس كلمة، كأن الضباب أو سحاب قوي جدا. هذه كلها رأيناها في البيوت، رأيناها صراحة، لكن ما تدخل عين الرعب. فبفضل الله تعالى بعد ما انتهى من الرقية بعد أيام يومين أو 3 صار هذا كله إلى حاله، والآن الناس يسكنون بفضل الله تعالى آمنين مطمئنين لا خوف عليهم في البيت. طيب، فكن أرجو أن يصلك رسالة أخي عنتر. لهذا قلت لكم يعني حب ذلك نجيبه على الأسئلة بالصوت لتصل المعنى أكثر. يعني واحد معي الآن أخذ ربع ساعة فقط سؤال واحد، ومع ذلك ما استفضنا فيه، ومع ذلك ما أعطيناه حقه. لو تكلمنا عن كيفية لماذا يقع هذا والسبب والعارض ونوع العارض وكيف يزال وكيف لا طالبنا، وهذا يحتاج إلى محاضرات، لكن سأل الله تعالى أن يباركنا في الوقت إن شاء الله تعالى. فقلت سؤال للشيخ ربيع، هل شدة صرع الجن وخروجه بالغرفة تدل على وجود السحر أو حراس البيت؟ هل شدة صرع الجن وخروجه بالغرفة
تدل على وجود السحر أو حراسهم بالبيت. كيف؟ شدة صرع الجن وخروجهم. كيف خروجهم؟ بالغرفة. ما فهمت خروجي بالغرفة. طيب، هل شدة صرع الجن وخروجي بالغرفة تدل على وجود السحر؟ هذا ما كنا نتكلم فيه، يعني بمعنى أن كلما ازداد الصرع الجني في مكان معين، أتمنى يكون هذا هو سؤالك، يعني قصدك كلما ازداد تأثير السحر في مكان، يعني شعر الإنسان بضيق وكذا، هل يدل على مكان السحر ذات المكان؟ نعم، يدل على وجود شيء ما له علاقة بالجني، له علاقة بالجني. قلت بالعلم أن زوجتي لم تكن تعاني شيء من قبل إلا بعدما حدث الصرع، هل يمكن أن الجن نفسه هو الذي انتقم من زوجته وفرائته؟ ممكن، ممكن، لكن ما نقول انتقم، ولكن نقول مسخر أو مسلط. ما يمكن تقول أنه منتقم إلا بعدما ترى لماذا دخل، وهل هو فعلا شيء، إذا كنت انتقاما كأن أحدا آذاه من عائلتك أو قرابتك وصار ينتقم. لكن في البداية نقول أنه لماذا سخر بهذا السحر، فهذا الجني الذي ترى هو الذي صنع بعائلتك كذا. لكن أنا حبذا لو أن الجميع الإخوة والأخوات يتكلمون مع الجن بطريقة سهلة ويسيرة جدا جدا جدا، يتكلمون معه، ما يخافون منه، ما يخافون منه بالمرة، ما يستطيع أن يفعل شيء. حتى الذي يقول لك تكلم مع الجن بخصوص فلان وعلان فلان وعلان، لا لا، كن على يقين وعلى دراية بفضل الله تعالى وعلى إيمان وعلى طهارة وعلى صلاة، ما تخاف من فضل الله تعالى حتى لا يتلبس عليك الأمر ويصير هذا الركن فقط يجعلون منه بعض الناس لأنفسهم. فكلنا بفضل الله يستيقن موفقا مسددا في أمر الرقية الشرعية. بماذا تنصحنا يا شيخ؟ وكما فيك أنصحك أخي الكريم أن تتقي الله جل وعلا، أن تكثر من الصلاة، من الدعاء، أن تقي نفسك وأهلك، وأن تقي هذا البيت إن شاء الله تعالى، وأن تعمل جاهدا على استخراج السحر. إذا ثم اعتراف الجن بالسحر فإن أنجع طريقة لشفاء فضل تعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم باستخراج السحر من البئر هو استخراجه وإبطاله، ومن ثم خروجه وعدم رجعته. أسأل الله تعالى أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.